الحديث أكثر حول هذا ينضم إلينا أخصائي الأرصاد الأول حسن كراني. مرحبا بك سيد حسن، هل تطلعنا على معلومات بخصوص حالة الطقس؟ يا أهلا وسهلا. على العموم أن المملكة بتعيش حالة عدم استقرار قوية جدا. اليوم كان في عملية تحرك متسارع جدا لتشكيل سحب من أجواء المنطقة الوسطى في اتجاه الشرقية، وبناء متسارع في نفس الوقت لسحب ركامية رعدية منفرح على المصايف والمناطق الجنوبية الغربية وامتدادها شمالا حتى الأجواء الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة. كمان في عملية تحرك للسحب من أجواء المنطقة الغربية في اتجاه الوسطى عبر أجواء الدوادمي، والفرصة ما زالت مهيئة بعونه تعالى لهطول أمطار رعدية قد تسبب انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية مع زخات من البرد. ونتوقع بإذن الله تعالى استمرارية فرصة هطول الأمطار حتى حوالي منتصف الليل، في حين أن المناطق الشمالية تأثرت بانعدام تام في مدى الرؤية الأفقية، وذلك ناتج عن جدار غباري تحرك بسرعة 50 إلى 90 كيلو متر في الساعة، وسوف تكون في عملية انشطار لمحور الأتربة. جزء منها هيتحرك في الشمالية الشرقية، الجزء الآخر جنوب منطقة الجوف في اتجاه حائل، وكنا متجهنا جنوبا، لذلك ألفت الانتباه. نعم، أخصائي الأرصاد الأول حسن كراني، شكرا جزيلا لك.